أهلا مرحبا بكم نشرة الأخبار من الموريتانية وفي أبرز عناوينها. المتحف الوطني بن واشوط يحتضن أمسية ثقافية لمؤازرة ودعم مرشح بلادنا في النسخة السابعة من مسابقة أمير الشعراء. سكان العاصمة السورية دمشق يخرجون إلى الشوارع احتجاجا على الضربة الصاروخية الأمريكية، ووزير خارجية أمريكا وروسيا يجريان اتصالات هاتفية بشأن الضربة. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون: ما بعد حوادث السير إعاقات وحسرات. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية التعزية التالية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. فخامة الرئيس وأخي العزيز، تلقينا ببالغ الأسى والحزن خبر التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا يوم الأحد كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا وخلفا عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء. وبهذه المناسبة الأليمة فإنني أعرب لفخامتكم ومن خلالكم للشعب والحكومة المصريين ولأسر الضحايا عن خالص تعازينا ومواساتنا وكذا إدانتنا القوية لهذين العملين الإرهابيين. وتقبلوا فخامة الرئيس والأخ العزيز أسمى آية التقدير. أخوكم محمد ولي عبد العزيز. احتضن المتحف الوطني بن واشوط ليلة البارحة أمسية ثقافية لمؤازرة ودعم مرشح بلادنا في النسخة السابعة من مسابقة أمير الشعراء الشاعر الشاب شيخ نوي العمر. حضر التظاهرة لذيذ من الوجوه الثقافية والأدبية والإعلامية. تحت شعار نتألق دائما تأتي هذه الأمسية الأدبية والفنية التي نظمها قطاع الثقافة والصناعة التقليدية دعما ومؤازرة لممثل موريتانيا في مسابقة أمير الشعراء الشاعر شيخ نوي العمر. الأمسية التي سعى القطاع من خلالها إلى الوقوف إلى جانب المبدعين وممثلي موريتانيا في المحافل الدولية والإقليمية تميزت بتنوع الفقرات. يسعدني أن أكون معكم في هذه الأمسية السعيدة التي تنظمها وزارة الثقافة والصناعة التقليدية دعما ومؤازرة لشاعرنا الوطني شيخ نوي العمر في مسابقة أمير الشعراء، وذلك تناغما مع أجواء الحرية والكرامة ودعم الشعر والشعراء ومناحي الثقافة المختلفة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز عناية متميزة، جعلت حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى بن الحدامين تسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال. وإني لواثق من أن شاعرنا شيخنا سيحصل على قصب السبق في هذه المسابقة أسوة بزملائه السابقين وإحياء لتراث أسلافنا الأقدمين في كسبهم جوائز العلم والثقافة والشعر حيثما حلوا. رئيس اللجنة العليا لدعم الشاعر شيخ نوي العمر أبرز أهمية مثل هذه النشاطات. اسمحوا لي أن أعرب عن شكري الخاص وتقديري الكبير لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية على الدعم المعنوي والمادي الذي لاقت به لجنة دعم الشاعر، فقد وضع الوزير حين التقيناه كل جهوده أمامنا وكل دعمه أمامنا، كما أشكر الهيئات الوطنية الأخرى والدولة بأسرها فجميع الرسائل التي بعثنا بها من أجل دعم هذا الشاعر لقيت تجاوبا كبيرا، وهذا يدل على وعي المجتمع وعلى وعي المسؤولين بأهمية هذا الفن الرفيع. ممثل أسرة الشاعر سيد محمد عبد الله ولي الخالص شكر قطاع الثقافة على هذه الأمسية وعلى المؤازرة والدعم للشاعر شيخ نوي العمر. الأمسية تخللتها مداخلات متنوعة، أكد خلالها المتحدثون أهمية دعم ومؤازرة الشاعر شيخ نوي العمر في التصفيات النهائية داعين الجميع إلى تكثيف التصويت له، كما تخللتها فقرات موسيقية أنعشتها فرق موسيقية عديدة.
اختتمت بالعاصمة فعاليات الدورة التدريبية الدولية المنظمة من طرف رابطة الشباب الموريتانيين لتطوير رياضة الجيجيتسو القتالية. وقد شهدت هذه الدورة التي دامت مدة أسبوع مشاركة عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، كما قدمت في ختامها شهادات مصدقة من طرف الاتحاد الدولي للعبة. بعد أسبوع من التدريب المكثف على تقنيات الاشتباك والصد وشد الخصم وإجباره على الاستسلام والسيطرة عليه بأقل مجهود ممكن، وهي تقنيات من بين أخرى تعتمد عليها رياضة الجيجيتسو القتالية، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية المنظمة من طرف جمعية الشباب الموريتانيين من أجل تطوير الجيجيتسو، وذلك بمشاركة دولية لخمس دول رائدة في هذا المجال، هي إضافة إلى بلادنا إيطاليا، السنغال، مالي، غامبيا والبنين. هذه الدورة الثانية لهذه السنة من الخاصة بالجيجيتسو والرياضات المختلطة مثل الكاراتيه وتايكواندو وجيدو وغيرها، أساسا تهدف للحركات الدفاع عن النفس في مختلف الرياضات خاصة للأحزمة المتقدمة، وكانت محتاجين لها في مثل هذه الدورات واحتكاك مع رياضات أخرى مختلفة. دورة معدل اللاعبين كاملين عبدالو كاملين ديزارماسيون مصيبة عامة هناتية، مع أننا بإفادة فولينا جبروا فيها الجيبلوم مهمين حتى نحن الموريتانيين. معاملة تكنيك كانوا عندنا وقبلنا احنا مولي تكنيك جديدة على العموم روح رياضية. الحفل الختامي لهذه التظاهرة الدولية تميز بكلمة لرئيس الجمعية المنظمة لهذه الدورة السيد الحسن بابا كونتي، نوه بمستهلها بالنتائج التي تبحثت عنها مؤكدا أنها ستساهم في نشر فنيات هذه اللعبة القتالية الحديثة الدخول إلى عائلة الرياضات القتالية الممارسة في بلادنا. بدوره أشاد الخبير الدولي الإيطالي المشرف على تطوير الدورة السيد جان كارلو بانيلو بمستوى التجاوب الذي حظيت به هذه الدورة من طرف المشاركين سواء على الصعيد المحلي أو على المستوى الدولي، مذمنا في ذات النطاق أجواء التنظيم والانضباط التي سادت أيامها السبعة. الشهادات التقديرية وإفادات التجاوز إضافة إلى الهدايا التذكارية شكلت آخر محطات اليوم الختامي لهذه الدورة التدريبية الدولية، حيث نال المشاركون الذين تمكنوا من تجاوز الاختبارات الفنية شهادات مصدقة من طرف الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم أحزمة سوداء لأولئك الذين استطاعوا بعد جهد كبير التجاوز إلى أربع أحزمة هذه اللعبة القتالية النبيلة. اختتمت بنواكشوط مسابقة حبيب والمحفوظ لإملاء اللغة الفرنسية التي انطلقت قبل أيام بمشاركة نخبة من التلاميذ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف مدارس وإعداديات وثانويات نواكشوط. حفل اختتام المسابقة بتوزيع جوائز على الفائزين الخمسة الأوائل. هي مسابقة لإملاء اللغة الفرنسية تنظمها سنويا هيئة أصدقاء الراحل حبيب المحفوظ حفاظا على تراث هذه القامة الثقافية والصحفية السامقة، وتشجيعا للأجيال على الاهتمام باللغة الفرنسية كلغة لتبادل وحامل للثقافة الوطنية. نخبة من تلاميذ نواكشوط خاصة من المستوى الثانوي شاركت في هذه المسابقة التي جرى حفل اختتامها بحضور ممثلين عن قطاعي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والثقافة والصناعات التقليدية. حفل تقسيم جوائز معدل هيئة حبيب المحفوظ، تقسيم جوائز للتلاميذ الفائزين، تلاميذ اللي فائزين في الإملاء في الأسبوع الماضي باللغة الفرنسية. الفائزون الخمسة الأوائل بالمسابقة حصلوا على جوائز تشجيعية مقدمة من طرف الهيئة، كما تم توزيع إفادات على المؤسسات التعليمية المشاركة في المسابقة. وقد تخللت حفل توزيع الجوائز قراءات في نصوص الراحل حبيب المحفوظ من زاوية موريتانيدا الشهيرة، كما أعلن خلال الحفل عن رصد جائزة تسمى جائزة حبيب المحفوظ للصحافة يتم تقديمها يوم 3 مايو العيد الدولي للصحافة. طبعا أصبح الأمر تقليدا لدى هيئة حبيب المحفوظ رحمه الله أن تنظم مسابقة في إملاء اللغة الفرنسية كل سنة يتبارى فيها تلاميذ من جميع مؤسسات الدولة الموريتانية، وطبعا هو تخليد لجانب من شخصية الرجل وللجوانب الأخرى من شخصيته. ستقام أنشطة بإذن الله في القريب العاجل. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أصدقاء حبيب المحفوظ ضمن جهودها للمحافظة على إنتاج المرحوم
تخطط لإصدار الجزء الثاني من الكتاب الذي يضم مقالات الراحل المشهورة بزاوية موريتانيد في القريب العاجل. شهد قصر المؤتمرات بنواكشوط يوم أمس تظاهرة حاشدة داعمة للتعديلات الدستورية نظمتها اتحادية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بولاية أدرار. وأشاد المتدخلون الذين مثلوا مقاطعات ومدن وتجمعات الولاية بحصيلة المكاسب والمنجزات المحققة في ظل الأمن والاستقرار بفضل حرص رئيس الجمهورية سيد محمد ولي عبد العزيز على خلق الأرضية المواتية لقيام تنمية متوازنة وشاملة. وبين أطر ووجهاء أدرار فهمهم واستعدادهم لبذل قصارى الجهد سبيلا لإنجاح الاستفتاء المرتقب الذي سيقول الشعب الموريتاني من خلاله كلمته الفصل بشأن التعديلات الدستورية، وتطرق لأهمية المكانة الممنوحة للمقاومة وإعادة كتابة التاريخ الموريتاني انطلاقا من منظور وطني صرف. وردا على مداخلات المنتخبين والأطر ثمن نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد الجاول السيداتي مستوى التنظيم الذي يعكس جودة ونجاعة آلية التحسيس داعيا في الآن ذاته إلى مضاعفة العمل وتضافر الجهود ضمانا لنجاح المسعى الوطني الكبير. نشرتنا متواصلة وفي ملفها الليلة تتابعون حوادث السير إعاقات وحسرات، انتقل قبل أيام إلى جوار ربه الصحفي بإذاعة موريتانيا المرحوم أحمد برسيدنا بعد عمر حافل بالعطاء الإعلامي المميز. عرف المرحوم بالمهنية والتفاني بالعمل وفعل الخير وحب الناس. الورقة التعبينية التالية تعرض لجوانب من حياة الفقيد رحمه الله. غيبه الموت عنا وبقيت أخلاقه الفذة وتجربته الإعلامية الرائعة ماثلة. إنه الفقيد أحمد السيدنا الصحفي بإذاعة موريتانيا وفقيد الحقل الإعلامي بشكل عام. درس المرحوم أحمد السيدنا بمؤسسات تعليمية بالعاصمة نواكشوط، كان آخرها الثانوية العربية التي حصل منها على شهادة البكالوريا ضمن الخمسة الأوائل، لينتقل إلى جامعة قطر التي منحته شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام بتقدير ممتاز. كما أجرى تكوينات وتدريبات متعددة في مجال الإعلام بالتلفزة والإذاعة القطريتين ليلتحق بسلك الوظيفة العمومية بعد عودته إلى أرض الوطن، حيث عمل بهيئة الإذاعة والتلفزة الموريتانية آنذاك وتقلد عدة مناصب كان أهمها رئيسا لمجموعة المترجمين ورئيسا لتحرير الأخبار ومديرا للأخبار بالنيابة. كون المرحوم أحمد السيدنا ثقافة واسعة جمعت بين التراث العربي الإسلامي وروائع الأدب الحديث. عرف المرحوم بأخلاقه الفذة وتجربته المميزة. غيبه الموت دون الستين من العمر ليعم الحزن رفاق الضرب ومن عايشوه وعرفوه لفقدان شخص حباه الله بمحبة الجميع. تغمده الله بالرحمة والغفران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نظم كارفور العمل الخيري الذي يضم 50 جمعية خيرية صباح اليوم بمقاطعة دار النعيم يوما صحيا قدمت فيه استشارات طبية وفحوصات وأدوية مجانية، ويستفيد من هذا العمل الهادف إلى تقريب الخدمات الصحية من الشرائح الضعيفة 500 شخص من سكان العاصمة نواكشوط، حيث يحصلون على خدمات فريق طبي مكون من أخصائيين في أمراض القلب والجلد والمسالك البولية والأطفال والنساء، هذا فضلا عن أطباء عامين. يستخدم العديد من سكان مدينة أطار الدراجات الهوائية على نطاق واسع، فهي بالنسبة لهم وسيلة نقل مفضلة تآلفوا معها منذ عقود. ويرجع السكان أهمية الدراجة الهوائية في المنطقة إلى قدرتها على التعامل مع البيئة والتضاريس. مدينة أطار واقع بأكثر من خصوصية، لكن زاوية معينة تحدد في شكلها اعتمادا على الدراجة الهوائية
منذ عدة عقود في التنقل وقطع المسافات داخل المدينة ومنها إلى القرى والبلدات الأخرى. مع بداية ساعات النهار الأولى تدخل الدراجة الهوائية في مدينة أطار دورة الحياة اليومية حاملة أصحابها على جناح سرعة معينة تكفي من وجهة نظرهم لمجارات وتيرة العمل ومتطلبات الحركة والنشاط. لفترة الحمد لله طويلة في الصين ما كبر له. قد ساكن شرشة هيك بعيد. ولا بدأ المرأة له ما عندش الوقت كل النهار. ما شاء الله ما باقي شيء ما نعدل عليه بس إيه كنوال بس إيه دشرة كاملة نبطوها بيه. الكبار والصغار في مدينة أطار ألفوا الدراجة الهوائية وخبروا تفاصيلها بل تفننوا في التعامل معها حتى أصبحت وسيلة تنقلهم المفضلة في كثير الأحيان. الأطار بالخصوص تعدل له ياسر ملهم. ما هي هذه؟ هذه دارك ضعيفة. كان يعود واحد الزرايب هوك ندير قاض وندير ونمشي ونجي وتعقلن معاها ليك تعقلين وتعقل معاها ياسم اللي بشار القديم وعادوا قاع قالوا نهارك رياضة ومولي سمعتني إذا أعلني ما أصيب عن نهاري ما منين تخسر نوح الفراس ما تياه اللاحكم عندي وتر نعدل بها ياسر من الهم ما تياه هي الوتر اللي عندي الخصوص هي اللي نعدل بها همي ونمشي بها شر الزرايب نمشي بها شر الوديان نمشي بها كل بلدنا الحمد لله. صحبة الدراجة الهوائية في مدينة أطار يرجعها الكثيرون إلى عوامل التضاريس وانتشار الواحات وهي العوامل التي تتيح للدراجة الهوائية طرقا تضيق عن غيرها من وسائل النقل الحديثة. نزل العديد من سكان العاصمة سوريا دمشق إلى الشوارع احتجاجا على الضربة الصاروخية الأمريكية التي استهدفت قاعدة جوية عسكرية سورية بمحافظة حمص فجر الجمعة وتسببت في مقتل 6 جنود وبعض الخسائر المادية المعتبرة. المحتجون طالبوا الولايات المتحدة بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية وأعربوا عن دعمهم للحكومة السورية ضد الجماعات المتطرفة. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت الجمعة 59 صاروخا من طراز توماهوك على قاعدة الشعارات العسكرية وسط سوريا التي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم الكيميائي في إدلب الذي أسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة العشرات. في موضوع ذي صلة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الضربة الأمريكية ضد سوريا تخدم الإرهاب وذلك في أول اتصال هاتفي بعد الضربة مع نظيره الأمريكي ريك تيلرسون. وأكد لافروف لنظيره الأمريكي أن هذه العملية من شأنها أن تخلق تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي. وشدد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الذي يعتبر اتهام النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون لا يتطابق مع الواقع. ومن المرتقب أن يصل تيلرسون إلى موسكو في 11 و12 إبريل الجاري في زيارة مقررة منذ فترة. تحصد حوادث السير مزيدا من الضحايا بسبب عوامل عديدة من أبرزها زيادة السرعة وعدم احترام السائقين للنظام وقواعد قيادة المركبات وقوانين السير. وتخلف الحوادث بالإضافة إلى القتلى عشرات الحالات من الإعاقات الدائمة والمؤقتة لدى الضحايا الذين تكتظ بهم المصالح المختصة في المستشفيات. ملف النشرة لهذه الليلة يتناول حوادث السير. مشاهد أصبحت مألوفة، هياكل سيارات محطمة وأخرى اتخذت وضعيات على هذا النحو، والنتيجة أصدقاء وأعزاء غادروا عالمنا وغيبتهم سهام المنون على حين غرة. أما من حالفهم حظ النجاة فستكون أسرة المستشفيات وجهتهم الأولى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات الضرورية. مركز أمراض وجراحة العظام ومعالجة الحروق البالغة مركز متخصص تم إنشاؤه حديثا لعلاج وإنقاذ حالات الكسور والرضوض الناجمة عن حوادث السير والتي ستفاجئك إحصائياته العلاجية التي وصلت حدود 250 عملية جراحية في الشهر. المركز الأيام مفتوحة يجيه تقريبا
120 منهب بين الحالات المستعجلة والاستشارات، تقريبا بين 100 و120 مريض يوميا للأيام المفتوحة. طاقة الاستيعابية هي الهوسبيتاليزاسيون، الهوسبيتاليزاسيون في طاقة الاستيعابية تقريبا 40 إلى 45 سرير شهريا، يعدل تقريبا 240 إلى 250 عملية بما فيها عمليات كبار اللي تستغرق 4 سوايع أو 6 أو 3، وبما فيها العمليات اللي نوروتي. منذ سنوات للتخصص تكفل بمعالجة جميع الحالات الاستعجالية، كيف الكسور جميع أنواعها، نقدر نقول اليوم على الموريتاني جميع حالات الكسور بأنواعها وتعقداتها منذ سنوات لأخصائيين في المجال يتكفلوا بعلاجه. يعني جميع تقريبا الحالات عادي قد يكفل بهم بصورة مالية طبيعية وبنفس بروتوكول، نفس معناها النظام اللي معدل يعملوا في فرنسا يعملوا في أمريكا، لين يعود موجود نفس الشريحة ولا نفس المادة اللي استعقها يتداوى بنفس التداوى، ولين يمشي ومشاو مرضى عدل كنترول في فرنسا قالوا ما قدروا عدل خير. العلاجات المقدمة لرواد هذا المركز وغيره من الأجنحة في المستشفيات الوطنية هي محاولة لتلافي أضرار هذه الحوادث وإن تفاوتت خطورتها، ومساهمة في إعادة الأعضاء المتضررة في الجهاز الحركي إلى وضعها الطبيعي وترويضها تدريجيا لأداء وظيفتها الاعتيادية. تيجي المريض من 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 حالة مستعجلة من غرفة الاستقبال، لا يقرر كان هذا المريض قد يداوى نفس الليلة ولا يداوى الصبح ولا لا بد له من التحضير، كيف خالقين مرضى عندهم مثلا ضعف القلب ولا ضعف التنفس ولا ضعف كذا ولا نقص دم، لا بد له من 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 التحضير، دونك كذا يدخل برنامج بعد التحضير. خالقين مرضى ما عندهم إشكالية صحية تمنعهم، وبالتالي وقت تجي الظروف عامة للعملية يبرمجوا ولا يعدلوا في نفس النهار. خالق العلاج حسب نوعية العطب، بالتالي يختلف من عطب العطب ويتخلف حتى في نفس العطب حسب النوعية. بعد هذا خارج يقولوا التأهيل بعد فيزيائي ولا التأهيل ما بعد الجراحة وما اللي ضروري لعد ما يمثل 30-40% من 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 نوعية العلاج مهم في تكملة العلاج على صورة أكمل. لا تقف حاجة المتضرر من حوادث السير عند حدود العلاج، فمقتضيات المسؤولية المدنية تقتضي تقديم تعويضات مالية حددها المشرع الموريتاني وفقا للنظم والترتيبات التي تسير مجال التأمين في بلادنا، والتي تصل حدود 3 ملايين في حالة وفاة المتضرر، وتتفاوت نسبها في الإصابات الأخرى. المشرع الموريتاني ألزم في قانون موجود في مدونة التأمين بأن التعويض ب3 ملايين إذا كان عن طريق التقاضي، وب1,500,000 إذا كان عن طريق التراضي بين الضحية أو ذويها وشركة التأمين. أما فيما يخص الجروح فقد حسم المشرع الموريتاني القضية، لأن الجروح لا تخلو إما أن تكون جروحا مؤقتة أو عجزا دائما، فالعجز المؤقت حدده المشرع بالراتب إذا كان الشخص يعمل، وإذا لم يكن يعمل فحدده المشرع بالحد الأدنى للأجور. وفيما يخص العجز الدائم فهو نسبته ما بين 1 إلى 100، فتضرب النسبة ب1,500,000، وهذه مسألة حسمها المشرع، ولا يمكن قاع أن تكون محل خلاف بين الأطراف لأن المشرع نص على ذلك. التعويض الذي تقوم به شركات التأمين تقوم به يوميا وتمارسه يوميا وتمارسه بطريقة شفافة وحسب النصوص المعمول بها.
إسعافات ما بعد الحوادث وجودة العلاجات المقدمة للحالات المرضية الواردة للمستشفيات تبدو طوق نجاة لطموحات هؤلاء في التعافي وأملهم في تجاوز مرحلة الخطر دون إعاقات مزمنة ورجوعهم إلى حياتهم اليومية. صارت شوك بوادناقة بوادناقة سيارة بعد كنا واخذين جات وات ورانا وخبطين عند هنا عند كاي العسري عاد في الصدات وعندي ورك شوي في السيقه طب ما خاص الحمد لله ليش طب زين ما شاء الله نمشي قال لي الحمد لله زين ما شاء الله دو زين الحمد لله ماذا الحمد لله ما شاء الله شيت هون عندي الشير هون وعدت له عمليه لكن الحمد لله ناجحه والاجراءات كامله اللي رايتهم ما عنده مشكله من عند اجراءات الطب واجراءاته كامله ما عنده مشكله مواطن بسيط يلا توفر للصحه خدمه سريعه اذا جاء للطب هون احنا اولا راينا نشم الاجراءات عاديه لكن بعد اجراءاتنا كانوا طيبين الاطباء هم اللي جيدين ما عندهم مشكله طاقم الطبي موجود والبنى التحتيه موجوده لكن موجود شين قال له الادويه توفيرها وعنايه والتركيز شوي تنظيم هذا هو اللي خصنا. الارقام المسجله لدى المصالح المختصه تكشف عن ارتفاع مخيف في حوادث السير وتزايد مضطرد في ضحايا الحوادث. هنا تكمن أهمية توفير منظومة صحية بتجهيزات متطورة ومناسبة لتحقيق نسب عالية في العلاجات والتدخلات الجراحية، وهي غايات وأهداف بدأت ملامحها تتشكل من خلال إنشاء مركز متخصص عهدت إليه مهمة جراحة العظام وعلاج الكسور. نهاية نشرة أخبار الثامنة تابعتموها عبر الموريتانية وتابعتم فيها. المتحف الوطني بنواكشوط يحتضن أمسية ثقافية لمؤازرة ودعم مرشح بلادنا في النسخة السابعة من مسابقة أمير الشعراء. سكان العاصمة السورية دمشق يخرجون إلى الشوارع احتجازا على الضربة الصاروخية الأمريكية، ووزير خارجية أمريكا وروسيا يجريان اتصالات هاتفية بشأن الضربة. وفي ملف النشرة تابعتم ما بعد حوادث السير إعاقات وحشرات. نلتقي منتصف الليل، إلى اللقاء.